أي شكل للحكم في السودان؟ سؤال يحاول الشركاء السياسيون الإجابة عليه بعد وصول الجبهة الثورية إلى العاصمة الخرطوم وحصولها على مناصب في الحكومة بموجب اتفاق جوبا. وتزامن وصول قادة الجبهة الثورية مع بدء الحديث داخل قوى الحرية والتغيير عن أزمات محتملة ربما تشهدها المرحلة المقبلة. لدينا أزمة في التكامل الوطني، أزمة اقتصادية، أزمة في العدالة، أزمة في التوافق على السياسة الخارجية، أزمة في دولة باختصار لدينا أزمة غياب المشروع الوطني الذي يجمع عليه كل السودانيين. أما الجبهة الثورية فإن رؤيتها لمرحلة ما بعد التوقيع تبنى في الأساس على إنفاذ بند الترتيبات الأمنية ودمج القوات المتعددة في جيش سوداني واحد. جيوش بتاعتنا بتاعت الحركات المسلحة وجيوش الآخرين هنكون منها جيش سوداني مهني يعكس التنوع السوداني لكل الناس، فمن بعد فترة قليلة كل القوات دي هتكون في ضمن الجيش السوداني، القوات المسلحة السودانية بمختلف مكوناتها. لكن بعض المتابعين للمشهد السياسي يرون أن هنالك خلافات داخل القوى المكونة للجبهة الثورية وصعوبات في تطبيق الترتيبات الأمنية. واضح أن تضارب شديد جدا في برامج هذه القوى المختلفة ستشهده الساحة خلال الأيام القادمة. الجبهة الثورية بتباين هذه البرامج أتت كما هو واضح للمراقبين ببرنامج غير موحد للنظر للفترة الانتقالية. حتى بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام لا تزال الاختلافات حاضرة بشأن القضايا التي تناولها الاتفاق، فضلا عن وجود حركات مسلحة مؤثرة لم تلحق بالاتفاق. مشاركة الجبهة الثورية في الحكم سيكون له أثر كبير على المشهد السياسي في السودان، لكن نجاح الفترة الانتقالية كما يرى كثيرون سيكون رهينا باتفاق القوى السياسية واحتكامها للاتفاقيات والوثائق الموقعة بينها. نزار البغداوي، العربي، الخرطوم.